ان شاء الله هو الفقاس اللي ضروري هو الملك ديال الحلويات. الا ما كانش هو ما كاين حتى شي حاجه، وطريقه ناجحه وما غيمحنكم ويعذبكم موال. بسم الله على بركه الله، انتم كتشوفوا الفقاس تبارك الله طايب وناضي. شتو نمشيو للمقادير ان شاء الله. عندنا 5 دراهم ديال اللوز، كاس السنيده، كاس الزيت، 2 خمارات لابانيه، عندنا النافع وحبة حلاوة وجنجلان، ها هويا 3 البيضات، الفورص، عندنا الزلافة، ولكن نشوفوا الدقيق واش كيشرب ولا ما كيشربش. المزهر، صافي هادشي اللي كاين في المقادير. هادي الا بغى بنادم يدوبلهم راه غيدوبلهم، الا بغى يدير مثلا 2 كيلو راه يدير 3 البيضات، المهم هادشي كلشي يدوبل. يلا بسم الله على بركة الله. نقطعو اللوز على الطريقة هادي بحال هكايا، نقطعو باش يبقى باينين شوية بحال هكايا. كل موس ماضي تركلو تاعو ديك 5 دراهم كلها داخلة هكايا، كل موس ماضي باش ميعذبكمش. صافي على هكايا تنكملو ديك 5 دراهم كلها. بيضات هنايا، 3 البيضات نحطهم هنايا، ديرو كاس الزيت، نديرو مورد تقريبا شي نص كاس بحال هكاك، نديرو كاس سميده، نديرو خمارة الأولى، نديرو فانيا، وخمارة أخرى خلاص نديرو مع الدقيق. صافي ونطحنو كلشي. الشيء الباقي نديرو سيدي، نديرو جنجلان، جنان والنافع وحبة حلاوة، اللوز زرين ديما شوية تليفون سيرنتي نزلة في الأولى. نديرو شوية ثاني نشوفو، نخليه شوية مرخوف شوية باش ميتفرقعش لينا. جمعنا الفقاس ديالنا، شلناه هو كملناه، مزدنا شي شوية الفورص، مزدنا ديك الخمارة اللي بقات، نقسمو على 3، شتي كيبقى العجينة ديالو رطبة.
السلطه ديروا اخر حتى هوايه جمعوا دوك الجنيبات ديما في الجينه في تقطيعه مقاده وضعينا حتى حاجه ان شاء الله. بعدهم بعضياتهم بقات لينا الثالثه ندير الفران ديالنا يسخن شي شويه ورميوه لتحت تحمر لينا من التحت عاد نديروه الفوق ان شاء الله. صافي الاختيار اللي باغي يدهنو بسميتو بالبيض وبالقهوه كاين اللي كيدير الموف شوكولات موفر لك في الدار غديري ان شاء الله شوكولات ندير شويه الماء شويه صافي ونخلطو صافي بحال هكا ندوز نشرطو بسم الله صافي ندهنو بالشوكولات نكملوا كله بحال الطريقة هذه. حنا كملنا في الدهين الشوكولاط والبيض كيبقى على حساب الاختيار بغيتي يكون قوي بزاف بغيتي يكون باهت على حساب الاختيار. دابا حنا كملنا غادي نديرو في الفران غادي نديرو لتحت انا غادي نديرو لتحت اللي ما عندوش هنايا لاطا كندير هاد اللاطا الصغيره بحال هكا باش ما يتحركش ليا كنديرو لتحت بحال هكايا يطيب من التحت ندير 150 ولتحت يطيب عاد نطلعو الفوق القاس شوف شد تبارك الله طاب تحمر ندفو دابا الفران المكان لتحت طلعنا الفوق سطاب ندفو الفران دابا ونغطيه واحد الزويف ونخليه واحد ساعتين تيبرد نقطعو بحال هكايا تنكمو اللي بغا يقطع رقيق يقطعو اللي بغا غليظ على حسب انا كنديرو شويه هانتوما بيني وبينتوما كتشوفو وراه كنقطعو في نهارو كما قلت لكم راه ما تنخليش حتى الغد ليه صافي وكنحمرو صافي بقات لينا دابا غير وحيده ها هي هي نتوما كما شفتو هانتوما ما فيش الكسور نهائيا الا لا جات في شي لوزه ما مقطعاش وانت راه طيب من هنايا ومن هنايا كما شفتو حنا قطعناه ندخلو هاد شويه الفران حنا صايبناه تبارك الله حنا غادي نشعلو عليه الفران ونخليوه يتحمر وردو معاه البال خشينا في الفران يطيب والاخر درناه لتحت نسدو عليه الفران نخليوه نديرو 200 وردو البال هو تحمر نحيدو هذا ندير في الكسيل عمو شتو تبارك الله
هو محمر ناضي مزيان تبارك الله. هذا كما قلت لكم صوبتو البارح وهذا اليوم مشتو، راه كيصدق واعر. عندي واحد المناسبه ديال اختي وبغيتكم ديروا جيم بزاف توصلوا واحد العدد مهم ان شاء الله باش نلوح لكم الكماله ديال واحد الخطوبه ديال اختي. العقوبه ليكم اللي ما مجوش الله يسهل عليه، واللي عنده شي حاجه الله يكمل ليه. انا بغيت نقول لكم هذا الفقاس راه كيصدق 100% واعر. انا بلاصه البيض كندير الشوكولاط، كيجي ما كتجيش هذيك الزفوريه فيه، كيجي ناضي ما كيتهرسش. هي قلت لكم الا جيت في شي لوزه غليظه ما قطعتهاش. هانتوما كتشوفوا، الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، والا عجبكم الفيديو تكتبوا التعاليق ديالكم الزوينين وديروا ابوني. الله يحفظكم والله يخليكم ليا، وبلا بيكم انا راه ما نسولت حتى شي حاجه. راه انا ما كنتوش نتوما راه ما عمرني غادي نطلع.